انا ادرك يا شباب. خاطر، هلا. تمشي الحين؟ اي، في شيء؟ بس ودي امشي معك. خير خير، شوية وابوي يجي. خلاص زين. الحين هو يا ولدي يا كنان يقول يا تشترون منه يا يشتري منكم، وهو معتمد على حكم المحكمة انكم ما تقدرون تسددون، صح؟ الا صح. طيب لو تسددون، صح ما تقدرون تطلعون من البيت؟ والله يا عم ما ادري في الامور هذه. صير خير ان شاء الله، يصير خير، بتسهل ان شاء الله. طيب الحين ليش ما تروحون تبلغون الشرطة؟ خاطر، عيب الكلام هذا، هذا عمهم ومقام ابوهم، بعدين ترى عادوا لحق بالارضهم. لحق في الارض؟ يعني بجي طلعنا من بيتنا؟ لا لا يا ولدي الامور تسهل، لا يا ابوي الموضوع ان شاء الله سهل. يا رجال من وين طلعنا ذا البلية؟ يبا تكفى فكنا من ذا الامور. خاطر الله يصلحك، عين خير. صدقني بتروح له مرة ثانية وبيتفلسف عليك بالكلام، لا بعد بيجرح. خاطر قلت لك خلاص لا تكلم، لا تكلم خلاص. التأمي يبا هم قايلين لك بتسدده. خاطر ابوي ادري وش يسوي. ادري وش يسوي، ساهن عن التأمين ومشغول بمشاكل الناس. خاطر خلاص، قلنا خلاص. انا اخذت من التأمين وعطيتك، يوم تطلع مع اخوياك استنست.